هنروح لهنا جوده نجمتنا في تنس الطاوله. هنا جوده بتحصد فضيه بطوله تونس الدوليه اللي اتلعبت واختتمت منذ يومين يعني او عده ايام من 26 ل 30 مايو. هنا جوده لعبت المنتخب الوطني لتنس الطاوله ونجمه النادي الاهلي توجت بالميداليه الفضيه في بطوله تونس الدوليه واللي اتلعبت في الفتره زي ما قلت لحضراتكم من 26 ل 30 مايو اللي فات. وكنا تابعنا مع حضراتكم في الحلقه اللي فاتت طريق هنا لحد ما وصلت لحد قبل النهائي. دي صوره هنا طبعا لاعبتنا صاحبه ال 15 عاما. هنا خسرت في النهائي من بطله ويلز بنتيجه 3-2. اكيد مستنيين منك هنا كتير ودائما بتقدمي مستوى خصوصا في البطولات الدوليه وطبعا المحليه. هنا 15 سنه ولكن بتلعب في السيدات مع الفريق الاول.